بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية الحقيقة يسعدنا في وزارة العدل في القطاع العدلي عموما أن نرى هذا الزخم لقطاع التحكيم بتعاون واهتمام واجتهاد كبير من المركز السعودي للتحكيم التجاري. الحقيقة أن التطور التشريعي لبيئة التحكيم في المملكة لا يمكن أن يخرج عن التطور التشريعي لقطاع الفصل في المنازعات بشكل عام، ولذلك واكب صدور الأنظمة في المجال العدلي صدور نظام التحكيم عام 1433 الذي يعتبر هو النقلة النوعية في المجال التشريعي بشكل كبير، حيث بني على المزايا النسبية للتحكيم وهي التي تتعلق بالمقام الأول بحرية الإرادة للأطراف أو لأطراف المنازعة التحكيمية. وهذا الأمر لم يكتفي فقط في التأسيس المتعلق بالإرادة وإنما أيضاً بالإجراءات، ولذلك إذا أردنا أن نتكلم عن التطور التشريعي يجب أن نأخذه من عدة زوايا، لعل من أهمها مسألة التشريعات الحاكمة والداعمة للتحكيم بوجود القاعدة النظامية وهي نظام التحكيم، إضافة إلى وجود مراكز مؤسسية تخدم التحكيم سواء كان في المجال التجاري أو غير. ونجد تجربة المركز السعودي للتحكيم التجاري تجربة رائدة، خصوصاً مع صدور قرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذت من المركز خلال الفترة الماضية والتي أرى أنها تسهم بشكل كبير في دعم وتطوير صناعة التحكيم. الأمر الآخر أيضاً هو سهولة وجودة الإجراءات المنظمة لعملية التحكيم سواء في نظر المنازعة التحكيمية أو عند الاعتراض أمام المحاكم، وهذا في الحقيقة هو العامل المهم في دعم وأيضاً جذب المستثمرين وقطاع الأعمال لقطاع أو للحل عن طريق التحكيم. لا شك أن نظام التحكيم جعل الحكم التحكيمي له مزايا مختلفة، لعل من أهمها أنه قصر دعوى الطعن في حالات محددة ومضيقة، وأن تنظر محكمة الاستئناف لا بوصفها محكمة موضوع، وهذا هو الأمر الذي نركز عليه في الجهات القضائية، إضافة إلى تسهيل إجراءات الطعن وسرعتها. كل هذه الوسائل أعتقد أنها مبشرة بتطور تشريعي كبير جداً، والعامل المهم يبقى هو مدى امتداد صناعة التحكيم خاصة التحكيم التجاري في قطاع الأعمال، لا سيما ونشهد أيضاً ولادة مركز جديد، مركز التحكيم العقاري، وكل هذا الزخم أتوقع بإذن الله أن يحدث نقلات نوعية متتالية إن شاء الله.